تحت شعار أكون أو لا أكون، يواصل منتخب مصر تدريباته استعداداً لمواجهته الهامة والقوية أمام نظيره كوت ديفوار المحدد لها الأربعاء المقبل في دور 16 بكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون. منتخب مصر الساعي للدفاع عن تاريخه القاري يعد الأكثر فوزاً بالبطولة الأفريقية برصيد 7 بطولات، يصطدم بأحلام الأفيال الإيفوارية الباحثة عن التتويج الثالث في تاريخها، ولتعويض جماهيرها عن الخروج من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022. مواجهة الأربعاء والتي تعد بمثابة نهائي مبكر للبطولة ستكون صعبة على كلا المنتخبين، فالمنتخب الإيفواري الذي قدم مباريات رائعة في مرحلة المجموعات يخشى انتفاضة الفراعنة المتسلحين بأفضلية التفوق في المواجهات المباشرة، فيما سيتعين على رفاق محمد صلاح عبور عقبة الأفيال ومصالحة الجماهير غير الراضية عن أداء المنتخب حتى الآن. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقرة ضيفنا الكبير الكابتن الكبير كابتن يوسف حمدي نجم الزمالك والاتحاد السكندري. الكابتن يوسف مشرف ومنور. اهلا بك يا كريم، نورك وسعيد ان انا متواجد معاك. طبعا ده شرف كبير لينا. طيب بدايه كده اكلمك عن فرصنا ان شاء الله المواجهه الكبيره بين منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار يوم الاربعاء اللي جاي، شايف الفرصه عامله ازاي؟ يعني ان شاء الله نتمنى ان تكون الفرصه كبيره، ونتمنى ان شاء الله صعود منتخب مصر. يمكن انت شايف يا كريم الفتره الاخيره دي حاله قلق غير طبيعيه حصلت للناس عامه بشكل عام، سواء اعلام او جماهير او لاعبين. يمكن دي تابعه ان منتخب كوت ديفوار ظهر بشكل كويس قوي في دوري المجموعات، ويمكن مباراته الاخيره امام الجزائر هي اللي ادت الانطباع ده. يعني كانت مباراه غير متوقعه منهم من كوت ديفوار. كنا احنا طبعا عارفين ان فريق الجزائر داخل البطوله بشكل كبير قوي، احد الفرق المرشحه، فيمكن اداء كوت ديفوار قدام الجزائر في المباراه الاخيره هو اللي ادى الانطباع ان المباراه ان فريق كبير قوي، فريق قوي ولازم نحترمه، لان هو فريق فعلا الفتره الاخيره. يمكن دايما فريق كوت ديفوار انت عارف او الفرق الافريقيه بتعتمد على اللياقه البدنيه والسرعه والقوه. يمكن مستر باتريس بوميل عامه كمان المدرسه الفرنسيه اضاف لهم حته النظام في الملعب، التكتيك الجماعي، بيتحركوا بشكل جماعي بشكل عام، اضاف حاجات كتيره قوي للكره الكوندوفوريه او الكره الافريقيه عامه بشكل عام، فكل ده هيأثر على المنتخب طبعا. طيب منتخبنا الظهور الاول ليه في دور المجموعات ما كانش ظهور محفز ممتع، او نقول بمعنى ادق مطمئن. مطمئن يعني طبعا لا، هو لو اخذناها على دوري المجموعات مش هنبقى مطمنين طبعا. يمكن انا اقول يمكن حاله الطمانينه جت شويه من مباراه تونس بالامس قدام نيجيريا، يمكن الوضع اصبح مختلف. انما احنا لو خدناها بالنسبه لدوري المجموعات طبعا ماتش نيجيريا في البدايه، رغم ان خلي بالك كريم يمكن لو لاحظت المباراه اول 25 دقيقه ولا 20 دقيقه في مباراه نيجيريا تحس ان مباراه نيجيريا عامله لك حساب جامد جدا وعاطينك فتحه مساحه كبيره ان انت اللي تكون رد الفعل. فيمكن ده اثر معنا. طبعا المباراتين غينيا والسودان المنتخب ما ظهرش بشكل كويس، فانا خليني اقول لك ان انا ناخد التجربه بتاعه تونس. دوري المجموعات ما كانوش بشكل كويس، اصابات كتيره قوي سواء على المستوى الاداره الفنيه او على مستوى الفريق ككل، وده ناخد احنا ناخد منهم اللي حصل، الروح والقوه والاصرار والعزيمه اللي ظهرت قدام نيجيريا من منتخب تونس دي هنحتاجها بشكل كبير قوي. وفعلا زي ما انت بتقول يمكن دوري المجموعات ده لازم نركنه على جنب خالص ونفكر بقى في الفريق. مهم جدا ان انت لازم تكون شفت مباريات كوت ديفوار بشكل عام الثلاث مباريات وعرفت يعني تتعامل معاهم ازاي علشان تقدر تكون ندي ليهم ان شاء الله مباراتهم الاربعه ان شاء الله. طيب اللي حصل في الدور الاول انه احنا بدانا مباراه صعبه جدا قدام المنتخب النيجيري، صعبه فنيا وتكتيكيا ومش عايز ارجع لها قوي، بس المباراتين اللي بعد كده اللي احنا المفروض نمني عليهم مباراه غينيا بيساو ومباراه السودان، طريقه لعب مفهومه، طريقه لعب ما فيهاش لخبطه، الاسماء اللي موجوده الى حد كبير كلنا يعني راضيين عن المراكز اللاعبين. شايف نلعب مع كوت ديفوار بطريقه عامله ازاي، بخطه لعب عامله ازاي؟ يعني خليني اقول لك في البدايه ان احنا شفنا منتخب كوت ديفوار الاحصائيات كمان يا كريم الفتره الاخيره بالنسبه لفريق كوت ديفوار ان الفريق دايما القوه بتاعته الهجوميه من على الاطراف اكتر من العمق.
من على الاطراف اكتر من العمق، يمكن النسبه بتاعته على الاطراف تخطت ال 38 او ال 37%، يمكن العمق 25%. فده بيديك تفكير، لازم انت في البدايه تقفل الاطراف بتاعتهم، خاصه ان هم سرعه جدا، لازم انت اللي تتحكم في ايقاع المباراه. انت مش هينفع تجاري منتخب كوت ديفوار لو لعبت معاهم بنفس السرعه وبنفس القوه اللي هم يملكوها. فلازم انت اللي بتحكم في الريتم، ولازم ما يكونش سريع. في دي اول نقطه. تاني نقطه، الخط الظهر بتاعك لازم يعي تماما امكانيات اللعيبه في الخط الهجومي، سواء عندهم سنجاري او سيرجي او روبيه، مجموعه لعيبه سريعه جدا، فانت لازم تحط الاطراف سواء محمد عبد المنعم لعب او الونش، لازم يبقوا عاملين حسابهم، لازم يكون في ضغطيه في ظهر شريف او فتوح لو لعب، في ضغط عمر، في ظهر عمر كمال لو لعب، لان هم بيستغلوا الموضوع ده بشكل كويس قوي، خاصه زي الاحصائيات اللي بقول لك كده. النقطه الاهم كمان ان انت موقف واحد على واحد لازم يبقى فيه تعليمات من الجهاز الفني، ان انت موقف واحد على واحد ده ما يكونش متكرر كتير قوي في الملعب. يمكن انت لما احنا بيجي لنا موقف واحد على واحد لمحمد صلاح سواء في ليفربول او مع المنتخب بتبقى انت مبسوط جدا في الناحيه الاماميه، لانك انت عارف ان هي فرصه متاحه للتهديف بالنسبه لمحمد صلاح، فدايما تلاقي محمد اول ما بيمسك الكره تلاقي عنده واحد او اثنين او ثلاثه. مش هينفع تحط نفسك في منتخب كوت ديفوار على الاطراف بالذات في موقف واحد على واحد، لازم دايما يكون في عامل مساعد على الاقل اثنين على واحد، لان موقف واحد على واحد هم هيتفوقوا فيها علينا. النقطة الثالثة والأهم، إن أنت لازم تتحرك ككتلة واحدة. يعني موضوع إن أنت الثلاث مباريات اللي فاتوا تبص تلاقي خط الأمامي بتاعنا بعيد، ثلاثة منعزلين تماما، والطريقة اللي هو بيلعب بيها مستر كروش أو الثلاث لعيبة اللي هو بيختارهم، اللي أنا بحس إن هم بيقوموا بدور واحد مرميين في حضن الديفنس، فأنت بتلعب بسبعة وثلاثة منفصلين. لو حصل الكلام ده مع منتخب كوت ديفوار هتعبنا. أنت لازم تتحرك في 40 ياردة بشكل جماعي سواء هجوميا أو دفاعيا. في تونس، مباراة تونس والمنتخب النيجيري اتفرجت عليها؟ لا طبعا اتفرجت عليها طبعا. حسيت احنا المفروض نلعب كده زي تونس قدام كوت ديفوار بنفس الطريقة، ان اللي انت قلته دلوقتي ده تمام. ان انت بتدافع كويس جدا، بتطلع كتلة واحدة بشكل هجومي، ما بتندفعش، محافظ على مكانك. لما اي لاعب من الاجنحة، انت شفت الراجل الجناح سايمون اللاعب الجناح بتاع نيجيريا، اول ما بيمسك الكرة في 3 4 بيجروا عليه، كان شيلو دور اللي هو حوالي لا يقل عن 70 دقيقة، كان معزمنا في المباراة الأولى. فشايف نتعامل ازاي بقى بالأسماء؟ يعني انت شايف الأسماء ايه اللي تتحط في الملعب ويشتغلوا ازاي مع بعض؟ خليني أقول لك كريم، طيب إن احنا مباراة تونس عزيت لك عليها حاجة من زمان جدا، ومدرسة تونس معروفة إن هي في النواحي الدفاعية قوية جدا، صح، ولغاية دلوقتي هم ماشيين على نفس المدرسة، صح. تاني حاجة، حتة الاستحواذ للكرة من ضمن مميزات الكرة التونسية أو الجزائرية أو المغربية، دايما حتة الاستحواذ بالكرة دي حتى في على مستوى الأندية سواء النجم الساحلي أو الترجي التونسي تلاقيهم بيعملوا الموضوع ده، تلاقيهم بيستحوذوا على الكرة، فده اللي عمله منتخب تونس. ده أساس موجود عند المنتخب. ثالث حاجة والأهم، إن اللاعب اللي بيحتفظ بالكرة، وإحنا طول عمرنا كنا نقول إحنا ما بنحبش نلاعب فرق شمال أفريقيا، علشان فرق شمال أفريقيا بيحصل عملية استفزاز للاعب المصري، أو تلاقيه دايما عنده حتة الحماس والغيرة والقوة دي، وجدناها امبارح ان انت تحتفظ بكرتك يا اما تمرر تمرير صح يا اما تاخد فاول. فالثلاث الثلاث حاجات دول او الثلاث نقط دول زي ما انت بتتفرج على المباراه لازم يكونوا موجودين معاك في مباراه زي دي امام كوت ديفوار. دول ثلاث نقط مهمين جدا. احنا التشكيل بتاعنا او كزي ما انت بتقول كاشخاص او كاسماء، احنا مش هنختلف عن التشكيل. هي الفكره ان انت يمكن احنا اهضلنا وقت شويه في كاس العرب. الراجل قاعد يقول ان انا بجرب ناس كتيره، انا كنت اتمنى بدل ما يجرب اشخاص يا كريم يجرب طريقه او يحفظ طريقه. على الاقل هو كان عنده لا يقل عن 7 لاعبين، 4 او حارس المرمى والاثنين الديفندر او 3 من الديفندر موجودين معاه، كان حفظهم الطريقه اللي احنا هنلعب بيها، لان من الواضح ان انت الواجبات مختلفه في نص الملعب، اللي هو اي حد بيمتلك نص ملعب او بيمتلك وسط الملعب بتقول ان الفريق ده الافضل. احنا في الثلاث مباريات ما امتلكناش وسط الملعب، ما امتلكناش لا خالص خالص اطلاقا، ولا في بعض الفترات. يعني انا حسيت مثلا في مباراه السودان شويه كنا ماسكين وسط الملعب لما محمد النني بقى شكله واضح في رقم 6، فترات قليله وزي ما انت قلت احنا منتخب مصر ما ينفعش انت تمتلك الكرة او يكون الاستحواذ بتاعك لوقت قليل لمجرد 5 دقايق او 10 دقايق نفرح بيهم. يعني احنا حتى كمان حته الجماعيه زي ما انت بتقول ما بتظهرش غير لما النني يلعب رقم 6 والاثنين اللي قدام منه بقى، لان احنا عندنا مشكله في الطريقه في الاثنين اللي قدام منه. الاثنين دول المفروض ليهم واجب هجومي وواجب دفاعي، والاثنين بيقدروا يروحوا ويجوا. انت لو جيت عملت احصائيات او بصيت سواء عمرو السوليه لاعب او عبد الله السعيد او النني لما بيلعب فيها وحمدي فتحي بينزل تحت، كم تصويبه على المرمى من الاثنين اللي هم بيلعبوا قدام رقم 6؟
قليله جدا طبعا. كام اسيست منهم وصل مصطفى محمد للجون؟ قليله جدا. تاني حاجه، هل انت شفت الاطراف حد فيهم من الاثنين دول، محمد صلاح دخل لجوه او عمر مرموش وهو عمل اوفرلاب مثلا او طلع على الاطراف عشان يعمل كروسات الا في وجود زيزو؟ لا. طيب هم الاثنين دول ده دورهم كده صح، دورهم ان انا بلعب باثنين وثلاثه علشان الهافين يخشوا لجوه وتبدا انت تطلع لبره تعمل حاجات دي، فزيزو بيعملها. ممكن هنقول ان انت ما عندكش واحد بيلعب في رقم 8 بيلعب برجله الشمال علشان لما عمر مرموش يدخل لجوه هو يطلع فيقدر يعمل كروس، فهنقول ماشي خلاص الجنب ده. فاكر جربها في البطوله العربيه شويه في ايمن اشرف، في ايمن اشرف حب يحط ايمن اشرف في النص. ويمكن احنا قلنا يمكن يعني يمكن من احسن الاشواط اللي احنا لعبناها كان ماتش ليبيا بره لما عبد الله السعيد لعب ناحيه الشمال على اساس ان عمر مرموش كان بيدخل، بس عبد الله كان دايما يوصل للخط ويروح جاي عامل على عدلته ويروح جاي عامل كروس لمصطفى محمد اللي هو جاب منه الجون الثاني. سؤال، انت لفت نظري لنقطه مهمه جدا، بس انا بخاف من كروش، انا ساعات بكروش كده بيروح عامل حاجات غريبه. هو ممكن ايمن اشرف ابو الفتوح راجع ناحيه الشمال المباراه اللي جايه ان شاء الله، ممكن يلعب بايمن اشرف في النص؟ لا لا ما ينفعش، مش في البطوله العربيه ممكن، بس جربها قدام الجزائر انت فاكر ماتش الجزائر في البطوله العربيه من غير اللعيبه المحترفين. خلينا نتفق ان ماتش الجزائر، لا مش بقول انا عايزه يعمل كده، انا بقول لك انا بحاول اوصل لدماغه ممكن يعمل كده. بعد ما وصل هو للدماغ الفتره الاخيره دي واتظبط الدنيا شويه صعب يبوظ تاني. انت شايف مجموعه اللعيبه اللي في نص الملعب اقوياء جدا وسرعة جدا، وخلينا نقول يمكن ايمن اشرف لعب ما كانش عدم وجود النني كان عدم برضو لا لا كان في عندنا كان عندنا لعيبه وسط ملعب في البطوله، بس هو قرر يجرب شيء حبيبي. فانا كنت بقول كده يعني في بدايه كلامي انا قلت لك اتمنى ان هو ما كانش مره يجرب اشخاص قد ما يجرب الطريقه صح. يعني كنت جبت حمدي فتحي ولعبته وعمر السوليه وانتوا ثلاثه، لدرجه ان احنا قلنا ان السبعه دول استقرينا عليهم، ولما يجوا الاربعه المحترفين اللي احنا بنتكلم عليهم سواء تريزيجيه ولا عمر مرموش ولا صلاح ولا مصطفى محمد كانوا هيكملوا الجزء، ولما جم فوجئناهم في ماتش نيجيريا طبعا هو طلعهم بره الجيم خالص من بدايه المباراه. فاحنا عندنا لعيبه كويسه، نتمنى ان هم يكون في حالتهم ويكون في تركيزهم، خاصه ان يعني ايه انا زي ما بقول لك الماتشين اللي فاتوا دول والنتائج اللي حصلت في المباراه سواء الكاميرون النهارده جزء القمر قدم مباراه كويسه قوي، غاميبيا ظهرت بشكل كويس، جامبيا كمان تونس لما قدم قدام نيجيريا صح، فكل دي هتدينا ايحاء ان انت قادر. ما دي نقطه انا كنت بتكلم فيها النهارده في البدايه، انه العامل المشترك بين كل دول شويه روح وحماس. يعني لو بنتكلم على الامكانيات الفرديه والامكانيات الجماعيه ممكن المنتخبات اللي كسبت او حتى زي منتخب جزر القمر النهارده ما كانش يعمل مباراه قدام المنتخب الكاميروني، بس في شويه رغبه وحماس. انا فاهم ان الفنيات مهمه طبعا ورقم واحد والاداء الفردي مهم ورقم واحد، بس من غير الاثنين دول انت مش موجود. انا ما حسيتش الكلام ده في الدور الاول بصراحه من كل اللاعبين. هو ده الطبيعي، ان هو يعني اهم ما يميز دايما اللاعب المصري او المنتخب المصري هي الميزه دي يعني عامه، هي موجوده كطبيعه لاعب مصري كمان يعني صح. فنتمنى ان هي موجوده، انما انت بتتكلم في نقطه ممكن تضيف لا يقل عن 20 30% لو كانت موجوده مع الفنيات اللي احنا ممكن نستخدمها. طيب من الحاجات اللي انا برضو عايزك تطمني عليها، انت من اللعيبه اصلا الراجل كان صانع العاب زي الفل في الاتحاد السكندري، مكسر الدنيا، مهاري حريف هداف، وجي مدرب في مره قال لك انت هتيجي باك رايت. تمام، احنا الباك رايت عندنا دلوقتي بقت دي القاعده، الباك رايت بتاعت منتخب مصر دي القاعده، هتلعب من النص حطه باك رايت، هات باك واحد جناح هلعبه باك رايت. مش قلقان شويه من ان عمر مش مركزه اساسا رغم ان هو ادى وتالق بس قدام سرعات مش طبيعيه الكوت ديفوار؟ لا لا طبعا قلقان. يمكن انا قلت قبل كده ان جه فتره عليا كريم وانا بلعب باك رايت في نادي الزمالك كان صعب جدا ان فرقه بتهاجمك فانت كنت بلعب كاني هاف رايت، وكانت الطريقه وقتها 5-3 صح، وكان في اتنين ديفندرين بيغضوا في ظهري صح. اول ما حسيت ان الاتنين الديفندر بدات الحاله البدنيه بتاعتهم انا رحت لهنري مشيل قلت له انا مش هلعب باك رايت. او لما في بدات فرقه تهاجمك انا حسيت بيها وانا بلعب في افريقيا، حسيت بيها وانا بلعب في البطوله العربيه، مش شايلنيش لوحدي. لا الوضع مختلف، الوضع مختلف. غير مثلا الدوري المصري كانت كل الفرق بتدافع قدام منك صح، فتمام. لا انت عمر كمال لما احنا لعبناه الماتشين اللي فاتوا احنا قلنا ان احنا محتاجين عمر ان هو يلعب علشان احنا محتاجين نهاجم تونس ومحتاجين نهاجم غينيا، السودان وغينيا بيساو، السودان وغينيا بيساو، كنا محتاجين ان احنا نهاجمهم في الماتشين صح. فعلشان كده مفيش مشكله انت عندك ماشي، انما انت دلوقتي ما قدامكش عمر كمال. يمكن انا كنت بتكلم مع حد دلوقتي يعني انا قلت انا افتقدت احمد فتحي في بطوله زي دي، تخيل فعلا. يعني انا في مثلا في مباراه زي دي ما دام هاني ما اتخدش وما كانش بيلعب مع النادي الاهلي يبقى كان احمد فتحي يكون موجود
واعتقد ان انت في مباريات، في بعض المباريات انت بتطلب من الباكين ان هم يقفوا، صح، ودي اول حاجه انت لازم تطلبها في مباراه كوت ديفوار، ان الاثنين الباكين على الاقل تكون في بدايه المباراه زيادتهم محدوده جدا. مظبوط، لان اي زياده ليهم وعدم عوده هيحصل عمليه فراغ جامده جدا، وزي ما بقول لك هم سرعه جدا في نقل الهجمه جدا، من جناحاتهم كمان مش طبيعيه، مش هتلحق ترجع ومش هيلحق يحصل عمليه تغطيه. ففي البدايه على الاقل انا خط الظهر الاربعه اللي قدام هكون متحفظ شويه في زيادتهم لغايه ما اشوف اجواء المباراه شغاله ازاي، وبعد كده ابدا اتعامل انا اشوف النواحي الهجوميه، خاصه ان انت عندك ثلاثه برضو انت ما بتطلبش منهم انهم يدافعوا، يعني يمكن محمد صلاح وعمر مرموش احنا ما شفناهمش في الثلاث مباريات انهم رجعوا كتير يعني. طيب سؤالي اللي جاي ليك يخص بصراحه مستوى محمد النني. انت من الناس اللي شايفه ان محمد النني ظلم في طريقه اللعب، ولا محمد النني هو اللي ما قدمش مستوى كبير؟ يعني احنا ممكن ناخد الاثنين. الاثنين. يمكن هو طبعا في الارسنال لما بيلعب رقم 6 يمكن من احسن الفترات اللي هو قضاها في بدايه الموسم اللي فات. صح. يمكن هو الطريقه ظلم بيها في بدايه في ماتش نيجيريا. وزي ما بقول لك انت مهم جدا انك تبقى عارف امكانيات لعبتك. فالمكان اللي انت بتلعب فيه الاثنين دول انت محتاج ان هما زي ما بقول لك يكون يملك السرعات، يملك ان هو يقدر يهاجم ويدافع، فانت حطيته في مكان هو مش بتاعه، هو من نوعيه اللعيبه اللي هو بيقدر يبني الهجمه من تحت وبيحل لك مواقف كتيره، فاعتقد ان هو ده احد يعني السببين ممكن يكونوا مكملين لبعض. طيب برضو من اللاعبين اللي عليهم سبوت انتقادات وشايفين ان هو ممكن يتغير في مباراه كوت ديفوار، وشايفين ان انت ممكن تدفع بلاعب اخر، عمر مرموش، انت رايك ايه؟ لا انا رايي ان هو يكمل. يعني احنا لو بص يعني يمكن احنا كنا مرتبينهم عمر مرموش تريزيجيه وبعد كده نقولنا رمضان صبحي. يمكن انا بقول لو رمضان صبحي كان الفتره اللي فاتت شفناه وظهر مع المنتخب الفتره الاخيره دي، يمكن هو اخر مباراه لعبها كانت مباراه ليبيا تقريبا وما كانش موجود في بطوله، فصنفناهم كده. خلينا نقول ان هو الاجهز دلوقتي عمر، لعب ثلاث مباريات لكن طبعا المردود بتاعه مش هو اللي احنا كنا متوقعينه منه، لكن انا شايف ان هو اللي يكمل. يعني هو اللي يكمل. صلاح لا صلاح هيكمل. صلاح رايك في المستوى اللي قدمه؟ والله بص انا هقول لك على حاجه كريم، يعني انت معاك احسن ثالث لاعب في العالم او زي ما بنقول كده، واحسن لاعب هاف رايت في العالم دي من وجهه نظري. برضو انا بقول لك في ضغوط على محمد صلاح، في ضغوط، لكن محمد صلاح تخطى موضوع الضغوط ده. يمكن احيانا برضو مجموعه اللعيبه ممكن يكون في مع اللعيبه مش في حالتها، الراجل في اول مباراه بيلعب راس حربه، ده طبعا مؤثر عليه. نجوميه محمد صلاح خلت برضو عيون المديرين الفنيين كلهم عليه. يعني زي ما بقول لك خلي بالك من الصعب جدا انك يجي وقت عليك انك تكون بتلعب واحد على واحد او اتنين على اتنين موقف صغير بتقدر تتخطاه، دلوقتي بقى يتحط عنصر واتنين وتلاته في المكان ده. خلي بالك احنا ماتشين ليبيا اللي ظهرنا بيهم بشكل كويس قوي ان كانت العين على محمد صلاح وكان مرموش حالته كويسه قوي فكان بيستغل الجنب ده. احنا كل الاجوان اللي جبناها في مباريات ليبيا في وجود عمر مرموش ومحمد صلاح ورمضان صبحي ان هي كلها من ناحيه الشمال سواء مصنوعه او احرزناها. صح. في افريقيا موضوع مختلف، يمكن الحاجات البسيطه جدا اللي محمد صلاح اتذكرها له مثلا في الماتش اللي فات لما جه واحد على واحد الكره اللي هي في غينيا في ماتش غينيا اللي جت في العارضه لما دخل لجوه وشاط في اي فرصه هتتوح لي، فهي طبعا في ضغوط عليه كمان سواء من الاعلام علينا او مصريا وده تخطاها كمان، انما هي الفكره بقى الماتش اللي فات كمان شفت حاله العنف اللي كانت بتحصل معاه يمكن كذا فاول بطريقه طيب. مش كويسه. عايز اخدك كمان بقى لخط الدفاع، في كلام انه او يعني مقترح انه بما ان ايمن اشرف خلاص هيسيب مركز الظهير الايسر يرجع مدافع جنب حجازي ومحمد عبد المنعم يقعد، انت ايه رايك؟ لا انا مع محمد عبد المنعم وحجازي خاصه ان هم اخر ماتشين لعبوا جنب بعض. صح. يعني انا لو دخلت ايمن دلوقتي فانا بدخل انا بغير 3 4 مراكز في وقت واحد، انا مش من هواه التغيير الكبير. رغم ان في يعني لو فتوح رجع على الطرف ممكن اقول لك ماشي، ما هو ايوه هيرجع على الطرف. يعني لو رجع على الطرف غير حته العمق دي، خلي الاثنين دايما اللي هم بيلعبوا يكونوا ظاهرين بشكل كويس او يكونوا حافظين بعض على الاقل عشان حاله الانسجام. انما مثلا الونش لو رجع انا ممكن اقول لك مع حجازي ممكن شويه على لا ما هو الونش وحجازي مفهوم. يعني هم لعبوا مع بعض كتير. صح. وفي ناس كتير بتقول لك اللاعب اللي هو بيرجع من الاصابه، في فرق ما بين يا كريم الاصابه اللي هي الطويله ان انت مثلا في الدوري المصري وجي لعيب قعد 30 خلفيه ضمه بياخد له 15 يوم 20 يوم علاج، غير لعيب هو موجود دلوقتي مع المنتخب
والاصابه ما اخدتش 4 5 ايام صح، فهو يعتبر شبه جاهز. اه فهي دي الفكره يعني. هو لو لاعب الراجل مش هنقول ده راجع من الاصابه لعبه، لا هي ده حاجه مؤقته او زي ما بيقولوا اجهاد ورجع الراجل لعب. طيب فدي ما فيهاش مشكله. طيب كيروش ان شاء الله يدخلنا المباراه بشكل كويس، شايف يبدا المباراه ازاي ويتعامل معاه ازاي؟ يعني انت لو راجل قاعد مدرب دلوقتي، انت مدير فني قاعد بتدي محاضره للاعبي منتخب مصر، المحاضره بتاعتك تقسيمتها تبقى عامله ازاي؟ الفعل بتاعك ورد الفعل لو دخلت جول في الاول او دخل في الجول لا قدر الله، تتعامل مع المباراه ازاي؟ انت قاعد في محاضره دلوقتي وبتكلم لعيبه منتخب مصر تقول لهم ايه؟ هو طبعا انا الشناوي كبدايه انا هبدا بيه، احط عمر كمال، محمد عبد المنعم، حجازي وفتوح، لو موجود حابب يحط ايمن اشرف على اساس ان هو هيقف، فدي مشكله ما فيش مشكله عندنا. لكن انا برضو عندي الباكين يكونوا خفاف في حته، كريم عندهم الهافين مش من نوعيه اللعيبه اللي هم واقفين على الخط دايما، انت بتبص تلاقيهم دخلوا لجوه وخرجوا لبره، فانت لازم اللاعب اللي يكون عندك الباك ليفت او الباك رايت هتحتاجه ان هو يخش لجوه، فعلشان كده انا هتكلم فيهم. تمام. اول حاجه عديها الخط الظهر، اولا الزياده هتكون محدوده جدا، حته الزياده كمان بالنسبه لعمر كمال او فتوح مش هتزيد غير لما الكره تتحط، لان في فرق ان انت بتروح ويجي عمر مرموش يرقص فيتقطع منك، لا استنى لما الكره تتحط. الاثنين المساكين كان عندنا مشكله الفتره اللي فاتت ان هم بيقفوا على خط واحد، مش هتنفع معاهم عشان حته السرعه، واعتقد كمان ان الكابتن عصام الحضري هيكون يتكلم مع الشناوي في حته التغطيه شويه في ظهر خط الظهر، يعني اللي هو ادي الليبرو. خط النص بتاعنا زي ما بقول لك احنا لازم بقدر الامكان نحتفظ بالكوره ونختار الوقت المناسب قوي انك تنقل الهجمه، لان هم عندهم اخطاء بسيطه جدا يعني بتظهر في بعض الاوقات، ان هم لما بيزيدوا نواحي هجوميه ما بيكونش عندهم تامين دفاعي بشكل كويس، فممكن انت تستغله عن طريق صلاح وعن طريق عمر مرموش وعن طريق مصطفى محمد. اذا كان عمرو السوليه هيلعب وزيزو اتمنى طبعا والنني. مش عايز حمدي فتحي يخش المباراه دي؟ يعني حمدي انا مش عايز احط ضغوط عليه في مباراه زي دي، لان هو حمدي خلي بالك يعني هو حمدي لو لعب هيلعب في 8 هيلعب في 6 وعلى حساب النني، يبقى انت كده النني في دور 8 بيقدم بشكل الا اذا بقى هو لعب واحد من الاثنين، خلينا نقول ان واحد من الاثنين ونخلي عمرو السوليه وزيزو. زيزو اعدي له الحريه شويه ان هو يهاجم اكتر من عمرو السوليه. محمد صلاح طبعا ومصطفى وعمر مرموش اهم تعليمات ليهم ان الكره ما نفقدهاش بسهوله، يعني لازم الكره لما تتنقل من نص ملعبنا نص ملعب المنافس الثلاثي ده يملك من القدره والامكانيات ان هو يحتفظ بالكره. شفت مساكني كان بيعمل ايه؟ كان هو ده انا كنت لسه انا قلته النهارده والله في المقدمه يا كابتن يوسف، مش عارف حضرتك سمعتني ولا لا، بس هو الفكره انه احنا عندنا ازمه كبيره جدا في الخروج بالكوره، على فكره ازمه متاصله يعني مش منتخب مصر بس والانديه المصريه وخلافه، ان لو في فرقه ضغطاك تمام وانت بتدافع كويس بس تيجي تخرج بالكوره بقى، على فكره دي حصلت حتى مع المنتخب الاولمبي لو تفتكر في الاولمبيات لما كنا بنلعب البرازيل. انت بتدافع كويس مش عارف تخرج بالكوره، بتلعب اسبانيا في الاولمبيات بتدافع كويس بتخرج ببطء بالظبط كده. يعني حتى لما بكلمك حتى على مستوى الاعمار السنيه كل المنتخبات والفرق عندنا مشكله كبيره فيها. تونس امبارح المبهر فيها ايه؟ انها بتدافع كويس قوي بس بتعرف تخرج، بترهق كمان المنتخب الناجين. انا قلت لك ده اساس ومميزات موجودين بيها من فتره، والترجي نفس الشكل لما بيجي لك النجم الساحلي حتى هنا في مصر، هي طرق تدريب واساسيات تدريب. فعشان كده انا كنت بقول لك كنت اتمنى ان الراجل معاه السته هو اللي بيخرج بالكره مين؟ الاربعه والاثنين الديفندر كان مزبوط. او واحد على الاقل من الاثنين الديفندر صح. كانوا موجودين معاه في البطوله كامل ولا ما كانوش موجودين؟ كانوا موجودين. فكنت اتمنى ان هي زي ما بقول لك اشخاص وفي نفس الوقت طريقه. موضوع الخروج بالكره الموضوع محتاج تدريب، لان انا يعني انا مستر جوناس اتفرجت عليه كتير قوي وادي دجله، كابتن ايهاب جلال قدام منك نموذج، يمكن انا حضرت يعني كنت بشوفه في برج العرب. الطريقه انت دايما زياده اتنين مساكين على مهاجم وحارس مرمى، فالاساسيات بتاعتك ان انت 3-1 صحيح 3-1، ولما بتيجي تمرن انت 3-1 لما بيجي حد بيضغط اللي بيضغط ده يا اما الهاف رايت او الهاف ليفت، يبقى الباك بتاعه بقى فاضي صح، يبقى انت هتطلع على الباك. بعد كده لما الباك يزيد اللي هيضغط عليه ديفندر او بلاي ميكر، فاصبح اللعيب التاني فاضي. فهي خروجها محتاجه تدريب شويه ومحتاجه اساس. انا اتمنى في بدايه المباراه ان الكره دايما تكون في نص وفي وسط الملعب عند المنافس، ما يعني مش عايز انا حته ان يضغط علينا
او يحصل عمليه قطع للكوره في تلت الملعب بتاعنا الاخير، هتبقى مشكله كبيره جدا. لان انا بقول لك اي موقف هيتقطع فيه الكوره وهيبقى فيه واحد على واحد هيبقى ليهم الغلبه. طيب عايز اخدك شويه بعيد عن منتخب مصر واروح لجزئيه مهمه جدا. الزمالك في الفتره الاخيره نتائج مترديه جدا في كاس الرابطه، خسارتين على التوالي وتعادل في المباراه الاولى، رغم انه في لاعبين من القوام الاساسي بيلعبوا في تشكيله الزمالك. هو القوام الاساسي، هو القوام الاساسي اصلا. بس هو برده الكلام انه في شباب كتير وفي لاعبين بدلاء. كام واحد قليلين؟ طب تشكيل اول مباراه، تشكيل اول مباراه كان عواد، عبد الغني كان جنبه، حسام وحسام لعب السنه اللي فاتت، خلينا اعتبره ناشئ لكن هو مستواه كويس. حازم امام، عبد الشافي، رؤى، وكان زيزو قبل ما يتصاب، يوسف اوباما وسيسي، وكان مصطفى فتحي تقريبا اول ماتش لعب، كان عزيزو محمود عبد العزيز عشان الناس ما تتلخبطش. ومصطفى فتحي، وكان يوسف اوباما بيلعب راس حرب. صحيح صح كده. ونجم ادي فريق نادي الزمالك الاساسي، يعني التمس لهم، التمسوا العذر للاعيبه النادي الاهلي على نادي الزمالك. ده القائم. الماتش الثاني غير عنصر او عنصرين، الناشئين بينزلوا الشوط الثاني يا كريم. صح. فطبعا لا، تفسيرك ايه؟ طيب تفسيرك ايه؟ والله انا ممكن اقول فتره الراحه بس، يعني يمكن هي الفتره طويله قوي بعيده عن المباراه الوديه او المباراه الرسميه، وهم ممكن ما كانوش بيشاركوا كمان بشكل اساسي. ما اعتقدش ان اللعيبه دي هتوصل نفسها لضغوط ان انا الناس بقى لها فتره ما شافتنيش فانا لازم اكون موجوده وانا عايز العب، اثرت عليها بشكل كويس. لكن هو لازم، لا في عتاب جامد جدا، لان هم لعيبه نادي الزمالك في اسوء الحالات هيكسبوا اي حد. عدم الاهتمام بالبطوله، مش مهتمين بالبطوله. ممكن يعني ممكن، بس برضه يعني ايه، انا مش عايز اقول كده لاني برضه ساعات بحس ان مستر كارتيرون مش هو اللي بيبقى واقف في الدوري. يعني مش هو اللي بيبقى واقف في الدوري. امال ايه يعني؟ على الخط كده بحس ان هو مش اتنشن بتاع الدوري قوي يعني. فاهم يعني ان هو مش مدي نفس الاخلاص ونفس التقدير ونفس التركيز زي مباريات الدوري. فيعني هي مباريات وديه. طب ليه ما يطلعش يقول انا مش مهتم بالبطوله؟ ليه ما يطلعش يقول مثلا انا مش فارق معايا البطوله دي، بالنسبه لي هتبقى استعداد للدوري؟ مش هيقدر يقولها. زمالك واهلي ما يقدرش يقولها. ليه؟ لا. على فكره انا اعتبر على الزمالك والاهلي، مش الزمالك بس. لا. انه يبقى يعني تقول اهدافك من البطوله. يعني في فرق انجليزيه بيخش مثلا كاس الرابطه او كاس الاتحاد يقول لك انا مش داخل انافس بطوله، انا مركز في الدوري. ليفربول السنه اللي فاتت لعب، كان بيلعب يوم ماتش هنا وماتش في كاس، ولا خلاص دي انا مش حاططها في اعتباري. والله كريم بص، احنا دلوقتي زي ما انت بتقول في الجمهوريه الجديده، مصر كلها بتتبني. اتمنى من الخطوات الجديده اللي انت بتحصل عليها، اللي انت بتقول عليها دي، مش على المستوى بس اللي هو جيت بطوله فيقول احنا البطوله دي مش عايزينها منك، شوف لنا اربع خمس لعيبه نتفرج عليهم. ده هو من بدايه الموسم. يعني انت من بدايه الموسم بتقعد مع المدير الفني عشان تبقى انت عارف. اصل بيجي جماهير الانديه الجماهيريه او الاعلام يقول لك ده خسر ماتشين ثلاثه لازم يمشي. طب مثلا، طب الراجل ده خسر ماتشين ثلاثه وهو حطك رابع الجدول او خامس الجدول او الترتيب الخامس، انت مطلوب مني ايه؟ انا كنادي لا املك امكانيات الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ان انا طول ما انا ماشي في الدوري الخامس وتمشيني ازاي؟ فكل ده في بدايه الموسم كمان يتحط المطلوب منك، ان انت الميزانيه بتاعه النادي قد كده، احنا عايزين المركز السادس او السابع، عايزين نقعد بهدوء، مش عايزين نبقى منافسين، عايزينك تطلع لنا اربع خمس لعيبه، عايزين في حاله الانديه الاستثماريه ان انت هتبيع خمس ست لعيبه. لكن انا صعب اعتقد ان هم في الفتره اللي فاتت دي ان هو يطلع يقول لا البطوله لا ما ينفعش، لان اهلي وزمالك هو في اي بطوله بيشاركوا فيها هيعوزوا ياخدوها طبعا، خاصه ان هي يعني كمان هي بطوله جديده. مهما حصل فالبطل هيصنف ان هو البطل في اول بطوله لكاس الرابطه المصريه. طبعا ما يصحش ما اسالكش عن الاتحاد قبل ما اختم. رايك ايه في الاداء الاتحاد هذا الموسم؟ لا، الثلاث متوش على الاخاره ظهر بشكل كويس قوي يعني. يمكن انا كابتن حسام كان بيعاني، ويمكن انا قلت وجد ضلته في خط الظهر. يعني هو كان عنده مشكله ان هو كان بيلعب السيد سالم مساك، وكان احيانا بيجيب مورو وفندر يلعبوا مساك جنب محمد عبد السلام، او يلعب ساعات مورو وسيد سالم. يمكن هو لما تعاقد مع شبانه وتعاقد مع محمد عبد السلام استعاد كتير قوي نص عبد الله نصيب. دي كانت اهم نقطه بالنسبه للكابتن حسام، ان هما الاثنين لعبوا جنب بعض، عبد الله نصيب ومحمد عبد السلام، والماتش الاخير لعب عبد الله وشبانه. التلات عناصر دول حلوا مشكله الحته دي اللي هي كان الكابتن حسام بيغير فيها. ولما كان بيغير في المركز ده فكان بيخسر مثلا السيد سالم على الطرف، كان بيخسر مولا من الديفندر، فكان بيفك في مراكز كتير قوي في الفرقه. لما التشكيل اتظبط ظهر في ماتش بيراميدز بشكل كويس قوي،
ظهر في ماتش المصري كان هو اللي ليه الاغلبيه. ماتش يسترن طبعا كان ممكن يكسب بنتيجه كبيره، ماشي في كاس الرابطه بشكل كويس. التعاقد كمان مع ابراهيم حسن يعني بصراحه حاجه جميله ومحترمه، تحسب للاستاذ محمد مصلحي جدا، وتحسب طبعا الراجل بيشتغل بضمير مش طبيعي جدا والله العظيم يا كريم. ويمكن انا عايز اقول لك على حاجه، انا كنت مراهن ناس كتيره قوي على استاذ محمد مصلحي في انتخابات نادي الاتحاد السكندري، رغم ان انت عارف ان الانتخابات دايما العضو الاجتماعي هو اللي بيحكم يعني، لكن انا كنت متاكد ان العضو الاجتماعي مع في نادي الاتحاد هيحط ايده مع الجماهير علشان الاستاذ محمد ينجح بالتزكيه. ففنيا طبعا خالد الغندور وكريم الديب ماشيين بشكل كويس قوي. انا شايف ان الكابتن حسام وقف على الفرقه، وقف على الفرقه فعلا يعني. لسه كمان عوده مانجا من الاصابه، اعتقد ان هو دلوقتي بقى عنده قوام لا يقل عن 18 او 20 لاعب كلهم احسن من بعض. اتمنى ان هو يكمل في كاس الرابطه لان ده الطبيعي برده بالنسبه لنادي الاتحاد، صح، خاصه كمان الانديه الجماهيريه البطوله اللي هي المصغره دي يا كريم بيبقى مطمع لكل الفرق بالتاكيد، حتى زي كاس مصر يعني مثلا انت بتلعب 3 4 مباريات بتلاقي نفسك في النهايه، على عكس الدوري اللي بيحتاج نفس طويل. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله طبعا الفتره اللي جايه. كابتن يوسف اتشرفت ونورت وكنت سعيد جدا بتواجدك معايا النهارده. اشكرك انا كريم، بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك طبعا على البرنامج مره ثانيه. الله يبارك فيك، اتمنى لك النجاح والتوفيق. انا متشكر جدا، انا متشكر جدا. معانا بطل بعد هذا الفاصل، البطل سيف سلامه حارس مرمى فريق بيراميدز ومنتخب مصر الساق الواحده بعد فوزه بلقب افضل حارس في دوري ابطال افريقيا بعد هذا في كاس الامم الافريقيه عفوا بعد هذا الفاصل. خليكم معنا.